السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. المهم قراو هذا التعليق، ديروا بوز ولا تلقاوه في الفيديو ده، مش قلال فاش طرت فيه هذا الفيديو ده، كنا في الفيسبوك رجعوا ليه، تقراو التعليق كامل وقراو على خاطركم. زيد على هذا التعليق احد الابيل وصلتني تقريبا قبل ما نصور الفيديو واحد الساعه ولا ساعتين، زيد عليها فاش كنتلاقى بشي واحد كيهضر معايا وكيناقش معايا. اول حاجه اش كيديروا الناس كاع كاملين اللي كيعجبني فيهم هو انه كيشكرك على داك المجهود اللي كدير، كيقول لك برافو ديك الشيء اللي كدير راه مزيان، وهذا الشيء كيجيك من ناس كبار، كيجيك من الناس اللي عندهم اهتمام في هذا المجال، ماشي من واحد مثلا بحالك ولا شي حاجه، لا واحد نيت اللي مهتم بهذا المجال كيشكرك على المجهود ديالك، وهذا راه شي حاجه اللي كنفتخر بها صراحه، وبالخصوص اللي كانت تجيني شي حاجه من شي اساتذه ولا شي ناس اللي كتكون عندهم قيمه علميه كبيره في المنطقه عندنا. هذه راه اش كنقولوا لها، وسام على صدري. المهم اهم حاجه بغيت نقولها في هذا الفيديو هو انه انا راه اي حاجه قلتها راه ما كنقولهاش من عقلي، ماشي كنكون ناس هكا وكنوض كنقول هذه راه كاينه، هذه راه كتكون بمصدر او لا بمرجع او لا قالها لي شي واحد بروايه شفويه. اذا كانت بروايه شفويه راه نقولكم راه روايه شفويه، كانت شي حاجه من شي كتاب ولا شي حاجه كنحاول انني نبارطاجي معكم ذلك الكتاب. اذا كان شي فيديو طويل، كان فيديو قصير راه كيدوز داكشي دغيا غندير، نحاول ان شاء الله حتى هو نكتب فيه المصادر تحت من الفيديو ولا شي حاجه باش يبانوا المصادر ديال الفيديو. راه نضرب هنايا راه تنجري باش انه دائما تكون المعلومه صحيحه او لا قريبه بعدا واحد 90% للصحه ديال الكلام، ولكن التاريخ راه فيه بزاف د الحوايج. راه انت كتهضر على حاجه وكيقولها لك واحد وكتكون انت متيقن منها، ولا كتجلس مع شي واحد وكيقولها لك وكتكون متيقن منها، عاد خرجك واحد اخر من واحد اخر يقول لك لا هادي كذا وكذا وكذا، والتاريخ كل واحد وكيفاش كيحاول انه يهضر فيها. انا كنحاول انني نكون قريب للجواب الصحيح، انني نعطي المعلومه الصحيحه، وهنا كيجي الدور ديالكم نتوما. فاش تشوفوني قول شي حاجه ماشي هي هذيك، سواء اتصلوا بيا قولوا لي، قولوا اخويا راه غلطتي في هذيك كذا 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 صحيح، او لا كتبوها في التعليقات. راه الناس كيدخلوا كيقراو التعليقات، دخل كتب في التعليقات، سيدي دير التعليق قلت لك خلي انا نعاود نهزو ونعاود نحطو، ماشي مشكل نديرو عليه كاع فيديو بوحدو، او لا نوض دير فيديو، دير بوست، دير شي حاجه عندك في الفيسبوك. اهم حاجه اخرى اللي حنا كنديروا في هذا الشيء كامل هو اننا كنحاولوا نوجهوا الناس، اولا كنحاولوا نهضروا على حاجه اللي مش بحال اللي ما هضر عليها، راه غير مش قلال، راه شحال من كتلقى مع عمر سمع بهذا القصر ولا سمع بهذه الكلمه، وراه فيديو فيه غير دقيقه، ولا جيت تشوف التعليقات او جيت تشوف الناس اللي داروا عليه شويه الحاجه الحركه وعرفوا الناس راه مزيان، راه عاد كبر من اننا ما نهضروش كاع على الفيديو ولا ما نهضروش كاع على القصر ويبقى هكاك حتى يموت دوك الناس اللي ما عندهم المعلومه، ويموت واحد السيد اللي كان بغى يهضر عليه وصافي مشى داك الشيء، غادي نمشي مع الماء. اهم حاجه كنحاول انني نثير انتباهكم او لا انني نهضر على شي حاجه، وكنشوف ونحاول ان نعطيو اكثر وادق معلومات صحيحه، اللي ربما نقدر نغلط ربما نقدر صح، كما قلنا صحونا في التعليقات صحونا في فيديو صحونا باي طريقه باش انا نهضر على ديك الحاجه ونعطيوها القيمه ديالها اللي كتستحق. شكرا لاي واحد كيدعم هذا المحتوى، شكرا لاي واحد كيقول لك كلمه زوينه، شكرا لاي واحد كيشوف هذاك المجهود اللي كيكون في دوك الفيديوهات. والله كنتلاقى بناس كبار غير اللي مثلا تلاقيت بواحد الناس، وان شاء الله راه غنحاول ندير معاهم شي فيديوهات، راه غير مازال السي عبد الغني مرابط مازال ما عرفتش شنو عنده، ولا دوك الناس اللي دوك الاساتذه الكبار اللي في المنطقه مازال ما تلاقينا بهم عاوتاني، درنا معاهم واحد اللقاء تبارك الله شبعوا حنا بعدا معلومه مثلا عبد الغني مرابط، ان شاء الله من القدام نعاود نزيدو نشوفو كيفاش داير الامور، نزيدو نشوفو اشنو غادي يكون من هنا باش ندير معاهم شي لقاءات ولا شي حوارات ولا شي حاجه باش نعطيوكم معلومات اكثر واكثر على قصر السوق الرشيديه وانتهى حتى الرساله ان شاء الله. عاود نعاود هاد النقطه وهي حتلقاو الخطا ولا تشوفوا شي حاجه ماشي هي هذيك وتكون عندكم موثوقه ولا ليكزاكت فيها، حاولوا انكم تكتبوها في التعليق وتزيدوا مع الدليل ديالها، او لا تواصلوا معايا نجي ندير معكم فيديو نديروا اللي بغيتوا، غير توصل المعلومه كما بغيناها والتاريخ ديال المنطقه ديالنا يتحفظ ويتسجل. غير نرجعوا لك التعليق الاول اللي كنت بينت لكم ان السيد كان قال لي على سيد سبع عرسان، غير بحال مثلا هذيك النقطه ديال سبع عرسان، سبع عرسان والقصه ديالها انا ما قلتهاش من عندي، هذاك السيد اللي كاين تما هذاك المحافظ ولا ما عرفتش سميتو راه هو اللي عطاني المعلومات ومن عنده قلت له، انا غير ما خليتوش هو يهضر، لانه انا اي واحد والروايه الشفويه كنديرها معاه في الروايه الشفويه كندير هذه القضيه، هو انه كنشد الهضره ديال الروايه الشفويه وكنشوف الحاجه اللي منطقيه تنقولها واللي ما منطقياش او اللي تقدر تكون خارجه شويه على العاده، ما كنحاول نجنبها باش ما يكونش الفيديو ديالي، لان الشباب تقول شي حاجه ماشي منطقيه راه يقول ما منطقياش نيت، ماشي بحال واحد مثلا كبير طعم يقدر يتيق ما يتيقش، ولكن الشاب حيت كتقول له شي حاجه راه كيحسن فيها من الاول ديالها من الهضره ديالها. المهم كنحاولوا ما امكن نعطيو ليكزاكت،
ولكن راه مرات كنفشلو ولا ما كنقدروش اولا كنخطئوا. هذا الدور ديالكم، صحوا لينا. كنشكر الناس كاع اللي كيدعموا هذا المحتوى، وشكرا لكم بزاف. تهلاو في راسكم، لعاونكم.